خلينا نروح بقى معاكم كده لفقرة لطيفة وخفيفة ونطلع برا مصر ونروح الأردن تحديدا. في وجبة شهيرة جدا اسمها المنسف. الأكلة دي تم إدراجها في قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، بس الأكلة دي دسمة شوية للناس اللي بتحب الأكلات العربية، بتتعمل من اللحمة الضاني واللبن. عشان كده بقى في مطعم عمل فكرة مختلفة بعيدا بقى عن المنسف، ويعني عملنا المنسف في حاجة بقى يتطلبها المنسف، ووفر مكان للزباين عشان يقدروا يناموا ويريحوا شوية بعد تناول الوجبة يا مصطفى. يعني مش هقول لك غير جديدة يعني من كتر ما الوجبة دسمة، احنا بنتكلم لحمة ضاني ولبن، فلازم نريح بعدها. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. خلينا نشوف. فكرة مختلفة يقدمها مطعم أردني في عمان لزبائنه بعد تناول وجبة المنسف الشهيرة. المطعم يوفر مكاناً للراحة بعد تناول الوجبة تحت شعار تغذى وتمدى. هي الفكرة كانت عبارة عن مزحة، كون المنسف يعني مستخدم فيه اللبن الجميد والسمن البلدي واللحم البلدي، فهاي مواد دسمة تمام. فلما يكون في أغلب الشعب يعني بيحب المنسف بعديه يأخذ قيلولة، كونه كله من مواد دسمة وهو عبارة عن مادة أكلة ثقيلة على الجسم. هي تجربة حلوة ومرتبة، خصوصا إذا كان واحد جاي من مكان بعيد. يعني أنا جاي من الغور من الشون الجنوبية، فلو أكلت منسف وكنت نعسان من الأصل ونعست بزيادة، فمشوار الطريق قاعد تحكي ب 50-60 كيلو، فلا والله ريح لك ساعة زمن بعدين كمل. بالنسبة لي المنسف مكون من لحم الضأن أو الماعز المطبوخ في اللبن الرائب ويقدم مع الأرز، ويعتبر إلى حد كبير أكلة شعبية في الأردن، وأدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في قائمة التراث الثقافي غير المادي. يعني بعيدا عن المنسف والناس اللي انا اول مره اشوف مقاس كدر، يعني بيسموه ساوند بايت او مقتطف صوتي، وحد قاعد كده نايم كده على السرير، جديده. لا انا عايزك تتخيل معايا كده موضوع تاني. إيه؟ تخيل انت طبعا عريس جديد. إيه؟ الف مبروك ما شاء الله. تخيل مدام تكلمك تقول لها نايم في المطعم. يعني مش قادره اتخيل بالظبط الجمله. او واحد مثلا ايه ما تعب او نام 3 4 ساعات، فهيروح ياكل وينام بجد. طب انا عايزه برضو كنا عارف احنا محتاجين نعرف معلومات اكتر الموضوع ده. في مده معينه للنوم؟ هل في مده معينه للقيلوله زي ما سمعنا في التقرير ولا لا؟ هنعرف تفاصيل وهنقول لحضراتكم عامه عن موضوع السراير اللي في المطعم ده، بس فكره لطيفه من الاكله. هي جديده بصراحه، هي فكره جديده.